اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا لأحسن حال. وهذا دعاء مختلف تماما عن الله لا يغير علينا، الفكر مختلف. هذا دعاء يعترف أنه لا يمكن أن تبقى على نفس الحال، لا يمكن. الناس إما في تحسن أو الأوضاع بتصير أسوأ، يستحيل أن الأوضاع تفضل زي ما هي بالضبط على مر سنين وعلى مر أيام. هذا مخالف للفطرة البشرية أصلا، أنه لما تتحول الأحوال، وهي ستتحول لأنها سنة كونية، فحول حالنا